السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب قلبي، بتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم رح نبلش بالدرس الاول من سلسلة تعلم الفرنسية للمبتدئين. طبعا درس مثل ما اتفقنا بالفهرس، لما حكيت عن الفهرس السلسلة هي، انا رح نبلش بالجملة الاسمية. اول شغلة بالجملة الاسمية رح ناخد مع بعض هي ادوات النكرة والتعريف. مثل ما كنتم شايفين اخواني، les articles définis et indéfinis. إذا بناخد عن أدوات les articles، الأدوات ديفيني المعرفة اي انديفيني النكرة، أدوات المعرفة والنكرة. هلا لازم تعرفوا إنه أدوات المعرفة والنكرة هنن ست أدوات. عيدوا معاي مشان تركزوا منيح بموضوع النطق. لو لا les, un, une ou des. الدي اخواني شوفوا كيف الدي ما بنقرا حرف الاس، الاو والاس يقرأوا اي، او اس لي او اس دي. وهلا ننتقل على اللي بعده. لو ولا واللي اخواني هن ادوات المعرفة، يعني فينا نقول بالعربي مثلا مثل ال التعريف. لو هي اداة معرفة للمفرد المذكر، يعني هي ال التعريف بنستخدمها للمفرد مو للجمع، مو لشخصين او ثلاثة او اربعة الى اخره، لشخص واحد بس، وهذا الشخص بده يكون مذكر. لا هي اداة معرفة للمفرد المؤنث. لي هي اداة معرفة للجمع المؤنث والمذكر معا. هلا نجي على أدوات النكرة اللي هن ان اون دي. شلون ما بتخربوا بيناتكم؟ شلون بتعرفوا انه هي أدوات، هدول أدوات معرفة وهدول أدوات نكرة؟ احفظوهم بالطريقة التالية. هلا مثلا أنا إذا بدي أجيب مثال الطاولة أو طاولة، شوفوا أنتم المعرفة بنقول الطاولة، يعني فيها حرف اللام، وهدول شوفيهم حرف اللام. عرفت شلون؟ مثل لا مثلا هي فيها حرف اللام، لا تابلة الطاولة، ان تابلة يعني طاولة بالعربي، يعني ترجمتها بالعربي بهالطريقة هاي. وهيك بكونوا بتحفظوا ال التعريف اللي هي ادوات المعرفة باللغة العربية، هي نفسها ال اللي بتكون بالفرنسي هيك فيها حرف اللام، واللي ما فيها حرف اللام هي بتكون هي اداة النكرة. يعني انا هيك عم حاول اني الاقي طريقة لتحفظوا فيها بحيث انكم ما تنسوا تميزوا بين التنتين. وهلا نجي لهون، ان هي اداة نكرة للمفرد المذكر، ان هي اداة نكرة للمفرد المؤنث، دي اداة نكرة للجمع المذكر والمؤنث مع بعض. وهلا اخواني رح نشوف مع بعض كيف بتجي لي زارتيكل، كيف بيجو. بتجي أداة زائد اسم، وفي كمان زائد مفردة. أمثلة اكزامبل، لو شا، لو شا القط، لا ميزون المنزل. شوفوا كلمة ميزون اخواني، الأ إيه بنقرأوا إيه مي، والإس لما بتجي بين حرفين صوتيين تقرأ إز ميزون. لحتى تقرأوا الإس لما بتجي بين حرفين صوتيين إس لازم تضيفوا إس تانية لحتى تقولوا مثلا ميسون، لازم يكون في عنا إس تانية لحتى تصير إس وليس إز، لحتى تقرأ إس. مع انه ما في غير اس وحده، وفي اي هو حرف صوتي والاو هو حرف صوتي. طبعا الاحرف الصوتيه هي الاحرف اللي بتطلع من الداخل، ما بتطلع من الفم. مثل مثلا ا، قولوا ا طلعت من الحلق واسفل الحلق، ما طلعت من اللسان او سقف الحلق. شوفوا مثل كلمه ام، من وين طلعت ام؟ طلعت من الشفايف، ما طلعت من الصدر، ما طلع الصوت من الصدر. هون الفرق بين الحرف الصوتي والحرف الصامت اخواني. وهلا بنكفي مع بعض، لي زونفان. طبعا الاس لما بيجي بعد حرف صوتي بتصير زد، لي زونفان.
les enfants بهالطريقة هاي. الاس لا يقرأ، لما بيكون في هون اس للجمع بتكون تحطه بالكلمة اس تبع جمع. إذا le chat la maison les enfants. وهلا شوفوا اخواني هون كيف بتصير. انشا يعني قط، لا على التعيين، مو محدد، ما عم بحكي عن قط محدد. انشا اون ميزون منزل، شوفوا هون لا ميزون المنزل، دي انفان يعني اطفال. وهلا اخواني رح ناخد معنا الاوتيليزاسيون يعني طريق الاستخدام، ايمتى بنستخدم الان والان والدي النكرة، وإمتى بنستخدم المعرفة لا ولو واللي. أمثلة لو سولي الشمس، لا ستاتو دو لا ليبرتي تمثال الحرية، لا تور ايفيل برج ايفل. لاحظوا معي هدول ثلاثة اخواني، شمس تمثال حرية، تمثال الحرية، وبرج ايفل، هدول اشياء ما في منا بالعالم نسخة تانية، يعني ما عندنا غير شمس وحدة، ما عندنا غير تمثال حرية واحد بالعالم موجود بأمريكا، وما عندنا غير برج إيفل واحد موجود بفرنسا. هدول شو بيقولوا لهم إخواني؟ بيقولوا لهم شوز يونيك. شو يعني إخواني شوز يونيك؟ يعني بتجي بما معناه أشياء وحيدة أو أشياء فريدة، يعني ما موجود غير نسخة واحدة منا في العالم. الشمس ما عندنا غير شمس وحدة، قمر ما عندنا غير قمر واحد، بس نكون عم نحكي عن أشياء إخواني أشياء وحيدة، فمنحط لا لو لي. وهلأ إخواني بدي أعطيكم أمثلة تانية بس رح تكون فيها أفعال، أنتم ما بيهمكم تحفظوا الفعل، أنتم بس عليكم تفهموا معنى المثال، يعني ليش نحنا ليش حطينا قل التعريف، ليش حطينا أداة المعرفة بالمثال، بس هذا بدي إياكم تفهموا. هو المثال هو على الشكل التالي طبعا، جيم لي شا، أحب القطط أو الهرارة، جو ديتست لي شيان، بكره الكلاب. طبعا هذا مثال، يعني هدول إخواني أحب أو أكره، هدول نحن بنقول لهم أفعال دو سنتيمون، للفيرب دو سنتيمون، يعني هدول أفعال المشاعر، هدول أفعال لها علاقة بالمشاعر، مرتبطين بالمشاعر. الأفعال إخواني اللي لها علاقة بالمشاعر دائما بتجي بالجمع، عرفت شلون اخواني؟ يعني انا ما فيني اقول مثلا انا احب القطة الا اذا كنت عم حدد قطة مين، مثلا انا احب مثلا قطة قطة مثلا جون، جيم لو شا دو جون، انا هون هلا حددت انا احب قطة جون او انا بحب قطة جون. بينما هم اخواني لما عم نحكي بشكل عام بدك تقول انا احب القطط، حتى باللغة العربية ما فيكم تقولوا انا احب القطة. هل تحب القطط؟ نعم اجل انا احب القطط. هل تكره الكلاب؟ نعم أنا أكره الكلاب. شايفين كيف إخواني؟ هل تكره الكلب؟ ما بصير أنا نعم أنا أكره الكلب، ما بزبط. ولا إخواني مثال آخر طبعا فعل رح استخدم فيه، جي ان ليفر اون سيرفييت، جي ان ليفر اون سيرفييت، يعني أنا أملك كتاب أو منشفة. إخواني هذا الفعل هو فعل تصريف، هذا الفعل هو تصريف لفعل افوار. فعل افوار هو فعل الملكية، يعني يعني انا املك، جي يعني انا املك. هاي الافعال حبايبي اسمها لي فيرب دو بوسيسيون، افعال الملكية. افعال الملكية وافعال التملك اخواني هاي قاعدة هامة لازم تعرفوها منيح، انه بتاخد ان اون دي، دائما بتاخد نكرة، تاخد أداة نكرة، إلا في حال إخواني عم تحددوا شو الشيء معكم. مثلا أنا لدي كتاب أخي، جي لو ليفغ دو مو فخيخ، هون بتقولوا جي لو ليفغ دو مو فخيخ لأنه حددت، عرفتوا شلون إخواني؟ فهي صارت لو ليفغ، حددت لدي كتاب أخي. وهلا رح أعطيكم أمثلة عشوائية ورح أشرح لكم عنها. ان ستيلو قلم، اون تاس دو كافيه فنجان قهوة، اون تابل طاولة. طبعا ليش قلنا اون تابل؟ لانه التابل طاولة مؤنث،
ليش قلنا une tasse de café؟ لأن الفنجان تاس بيجي بصيغة المؤنث. ليش قلنا هون نحن un stylo؟ لأنه ستيلو مذكر، لهيك حطينا un stylo. هلا بنيجي لهون، la table blanche، الطاولة البيضاء، la voiture noire، السيارة السوداء. اخواني ال O وال E بس تشوفون هيك مع بعض بنقرأوا و، شايفين كيف بنقرأوا و، فوا نوا ان او اي نوا فوا تيغ نواغ بهالطريقة هاي. شو الفرق اخواني بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الفرق انه انا بالجملة الأولى قلت قلم، ما حددت انه قلم، ما قلت مثلا قلمي انا او قلم اخي او قلم صديقي او يعني ما حددت القلم انه قلم. هون قلت فنجان قهوة، ما حددت بالضبط. هون قلت طاولة لا على التعيين. هلا هون لما قلنا لا تابل بلونش، يعني انا قلت الطاولة البيضاء. لما بتكون مثلا انا موجود انا وصديق لإلي رايحين نشتري طاولة، وبيكون في عنا 4 طاولات وبعدة الوان، وبلاقي بيناتهم طاولة بيضاء، فانا بقول لرفيقي انه انا اريد الطاولة البيضاء. لهيك نحن يعني انا حددت انو الطاولة بدي، لهيك حطينا التعريف أداة المعرفة لا. وليش حطينا لا مولو ولا لي؟ لأنه التابل مفرد مؤنث. لو كان هون في حرف اس يعني طاولات، هون ما بصير، ما بصير نحط لا. شو بدنا نحط اخواني؟ بدنا نحط لي تابل بلونش. وهلا اخواني بدي اعطيكم ملاحظات. جيم لوشا، لاحظوا انا احب القطة، في غلط هون. شو هو الغلط؟ هو لو، ما بصير نقول جيم لو شا. طيب شو الصح؟ الصح هو انه نقول جيم لي شا، احب انا احب القطط. وهلا مثال اخر، Je déteste le chien. Je déteste le chien. أنا أكره الكلب. وين الغلط هون بالجملة إخواني؟ الغلط هو ب لو. شو بدنا نحط بداله؟ Je déteste le chien. هاي هي الإجابة الصحيحة. حاب أقول نقطة كثير مهمة بس ما لها علاقة بالدرس اللي أخذناه، ولكن شيء بالشيء يذكر، لأنه كنا عم نحكي أمثلة على القط أو القطة إلى آخره. هلا هون في عندي لوشا يعني القط، أو أنشا يعني قط. هلا إذا بدي أقول نحن بنقول بالمؤنث، المؤنث بتختلف، يعني غالبا المؤنث بتختلف عن المذكر. يعني هلا نحن بنقول بالمذكر لوشا، المفروض من المفروض بالمؤنث تكون لاشات. طبعا لاشات هي ممنوع انه تقولوها، يفضل انه ما تقولوها، يفضل انكم ما تحكوها، لانه اخواني لاشات بتجي بمعنى القطة، ولكن لها معنى اخر، معنى يعني مو نظيف، لغة باللهجة العامية معنى مو نظيف. واذا بتحطوا الكلمة على المترجم لح تعرفوا المعنى اللي انا عم اقولكم عنه. بتمنى انه تشاركوا هاي النقطة لكل الناس اللي عم تحكي اللغة الفرنسية او حابة تتعلم اللغة الفرنسية، مشان ما يوعى بهذا الفخ، لانه احراج انكم تقولوا لا شات وانتم بتقصدوا القطة، يعني المؤنث من القط. طيب طالما هاي ممنوع انه نحن نقولها، طيب شلون بدنا نقول القطة؟ معك على الحالة ما بصير نقول غير لو شا. فيكم اخواني مثل الفرنسيين، الفرنسيين بيقولوا لا شا القطة، لو شا القط، ان شا قط، ان شا قطة. انتبهوا منيح وتذكروا لا تستخدموا لا شات لا كتابة ولا لفظا. بدكم تقولوا القطة خليكم على لوشا، او قولوا لاشا كمان بيمشي الحال ما بيأثر. هاي النقطة بخربطوا فيها ناس كتير، بتمنى يعني انه تنتبهوا منها كتير، يعني مشان ما تقعوا ب يعني بموقف محرج قدام الفرنسيين. وهيك اخواني نكون اليوم خلصنا. بتمنى انه تكون يعني الدرس يكون اعطائه كان سهل عليكم. درسوا منيح اخواني، رح نزل لكم الدرس على صيغة PDF، بتقدروا تحملوها من صندوق الوصف، وتقدروا تطبعوها يعني تحملوها على الموبايل او تطبعوها طباعة، مشان يعني يسهل دراستها.
هاي كل المعلومات اللي ذكرتها هون محطوطة على صيغة PDF. وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.